حضرتك اليوم كوزير خارجية بهالحكومة، شو بتقول للحزب ولقيادة حزب الله؟ أنا مع الكلام الوليد بيك كله. أنا بعرف إنه حزب الله عنده تطلع مش حسابات إقليمية طبعاً، وكلنا بنعرف هالشيء، مش أنا لا وليد بيك لحاله ولا أنا لحالي بنعرفها، وبنعرف إنه نحن بلبنان خايفين، حالة اقتصادية، حالة سياسية، حالة إدارية كثير ما بتسوى، فما بدنا حرب نحن فيها. لكن بدي أرجع أقول إنه الحرب اليوم التحرشات عم تجي أكثر من إسرائيل، مع إنه هن عم بيقولوا كلام معسل، مع إنه كل الدول الغربية عم تضغط علينا إنه حتى ما ندخل تفتح. بالحرب، لكن كمان لازم يضغطوا على إسرائيل. وهيدا بالبداية كان في، بتعرف أول ما صارت أول يومين كانت العملية إنه أكلينا الإسرائيليين، ما فيك ترد ومش عارف شو صاير. اليوم لا، كلنا عم نرد إنه أنتوا بدكم توقفوا إسرائيل من التحرش فينا، وانتم بتوقفوا اسرائيل من انه ترتكب مجازر في غزه. نعم، هل ترى انه يعني تحدث البعض عن شرق اوسط جديد بعد هذه الحرب؟ تحدث اخرون انه هذه الحرب ستنتهي بتسويه كبرى وبمسار جديد للتفاوض. حضرتك دبلوماسي عريق يعني وبتعرف جيدا بعلاقات الدول، هل ترى ذلك؟ بعد بكير انه نشوفها هيدي، لان ما طلعت من حدا، لكن الكتابات اللي عم بتروح اليوم بالغرب هي وحتى بالولايات المتحده اكثريتها اليوم كتبريا من الولايات المتحده عم بتقول انه بدنا نطلع على السبب، شو السبب؟ ليش عملت؟ ليش في حماس ارهابيه؟ بقولوا هن ليش حماس عملت اللي عملته؟ بالاخير اولمرت نفسه نهار السبت كان شفته على السي ان ان عم بيقول انه نحن ما فينا بقى نتجاهل وجود فلسطين، فلسطينيين معنا. هيدي الكلام انه ما كان في عالم بفلسطين، هيدا كلام وهم لازم نوقفه، وهن لهم حقوق ولازم نتفاوض نحن اياهم، ولازم ياخذوا حقوق كاملة. اولمرت اللي خاض حرب 2006 تينهي حزب الله، نعم عم بيقول هذا الكلام، عم بيقول هذا الكلام. واذا بتمشي هاي الكلام، هيدي اصل المشكله، هيدي بتساعدنا بلبنان وبتساعد كثير بالعالم العربي. هل ما زالت مع الوزير مبادره